من المؤتمرات الاقليميه والمؤتمرات المحليه ومؤتمرات اللقاءات الجهويه النسويه. فهذا اللقاء اليوم هي بدايه اعلان على بدايه المؤتمرات الجهويه لاعاده تنظيم الحزب في افق المؤتمر اللي غادي ينعقد في التاريخ المقرر قانونا. لذلك هذا اللقاء هي نقطه انطلاقه لهذه المؤتمرات. شكرا لكم. في زياره تعزيز الجبهه الداخليه، كيفاش كتشوفوا تعزيز الجبهه الداخليه لمواجهه التحديات الخارجيه؟ الجبهه الداخليه تاكد انها معززه وقويه ولا تحتاج حتى انه نزيد شي حاجه اخرى. حنا الجبهه الداخليه قويه معززه، هذه سنوات وهذا موضوع كيجمع المغاربه جميعا مع الملك ديالهم، وبناء عليه حنا ما عندنا اشكال. ما زالت قناعتنا بمغربيه الصحراء سندافع عنها رغم ما يفعل الاخرون. شكرا. مازال ما عندنا حتى معلومات على الحكومه، ما كاين والو، ما عندنا حتى خبر. الكرويزم ديالي ماشي مشكل، انا لست خالدا فيها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.